راح اعطيك يا دوق. الي انا؟ ايه كل هدول الك انت، بس بشرط. لك ليش هيك عم تعملي معي؟ انا مرت ابنك المرحوم وهدول اولاده. لك خرسي بقى خرسي. شو بك؟ قطعتوا لخصفاكم المصاري يا اخي الحاره. شو بك؟ تعا شوف كنتك المصونة، لا صار لسان تحكي كمان. قال شو؟ انا عم اخليها تخدمني انا وضيوفي. ليك على الله عليك، لك شو؟ لك اذا ساعدتي مرت عمك في شغل البيت بدك تبررينا؟ عمي والله العظيم مرت عمي ما عم تقدر الدائرة كله فوق راسي، وانا عندي ولدين لهاد حالي. لك هذا واجبك فوق ما لحوينك ببيتنا. شو؟ مبين رجعتي؟ ايه والله مرت اخي كشت فيني وسمعتني كلمتين تقال. وليش بقى؟ لانه قلت لها شو بدك؟ انه روح اقعد عندها فجن جنانة. ايوه وبالله ما هدتي له انه انت بدك تيجي تقعدي عندهم. عم اقول لك قلت لها بدي اقعد عندهم، بهدلتني وقلعتني. اختي حاولي تتفاهمي معه، خذي واعطي معه شو بك يسالك اكل القاط. يعني هاي مو عيشة، عمر طويل بدك تعيشي عنا بوشنا؟ عم اقول لك ضربتني وقلعتني هالمقصوفة العمر. يا لطيف، هلا حماتك ضربتك لك اختي؟ ليش ضربتك ليش؟ ايه هلا انا عم بشتغل عند خدامة بحقك لي انا واولادي ولازم سايرهم. ايوه طيب والله انت لازم تسايريهم شوي يعني. لازم سايرهم يا اخي؟ طيب معناها اسمع الحقيقة. هاتي لشو؟ قال عم بتغار على عمي ابو شوزي المرحوم مني. شو هالحكي هاد؟ لا 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 هذا السبب مانو محرز، يعني مانو محرز طفشك من شانه. ما فهمت علي يا اخي. طيب هلا اولادك وينهم؟ ماني شايفهم. اولادي تركتهم عند الجيران لوقت اللي لاقي حل مشكلتي. يعني وين بدهم يناموا؟ وين بدك تنامي انت؟ شو بدك تعملي بحالك؟ فهميني. وين بدي نام؟ يكتر خيرك، والله أنا افتكرتك سندي وظهري. شكراً أخي. أختي الله وكيلك، يشهد علي ربي أنه أنا سندك وظهرك. بس البني آدم تعرفي عنده مرأة وعنده أولاد وكلمة من هون وكلمة من هون. الله يخليك تشغلني عندك، والله ولادي ما بيفتحوا تمه. ما بيمشي الحال يا اختي، ما بيمشي الحال، هذا خان وفي زباين، مو صقال حتى يلعبوا فيه الاولاد. داخلي على الله وعليك تشغلني. انا بيت حماية الا عمري، ومرت اخي ما رضيت تسكنني عنده، والله بصفي انا وولادي بالشارع اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استرني الله يسترك. طيب ولادي؟ أنا مرة أرملة، وين بدي روح فيهم؟ بس بوعدك ما تسمع صوتهم بحرف، والله ولادي كتير عاقلين، ساعدني بس هذا الشهر وقت نلاقي بيت. طيب أنا رح أعطيك غرفة أنت وولادي، بس ما بدي مشاكل وصوات عالية على الزباين. ها حاضر يكتر خيرك. والشغل عنا من الصبح للمغرب. إيه على عيني، أنا تحت أمرك. وبتعدي عندي هون بس هالشهر ها. متى ما قبضتي اول راتب بتروحي بتدوري على بيت تسكني فيه انت واولادي. ايه من عيوني. امشي معي ادلك على الغرفة. يلا. هيك اخرتك يا نعمات، عم تنط في وسخ الناس. يا ريتك سكتي. صبرتي بقيت حماكي. يا ريتني سديت امي وخدمت عمي ومرت عمي من تمساكت، كان اشرف لي من هالزبي. بس قال شو كنت ساندة حالي باخي،
قلت لها ترتور ترتور لمرته ما بسترجي إلا لا. شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل بحالي والشهر قرب يخلص؟ منين بدي دبر مصاري كل ما رست أجر البيت؟ راح أعطيك يا دوق. إلي أنا؟ إيه، كل هدول إليك أنتي، بس بشرط. لعبوا برادتك كله كرمال ما تصفي بالشارع. آه خجلتي منك يا ربي يا ربي، أنا خجلانة منك كتير يا رب. سامحني، توبة ما بعيدة، رح أترك الحارة كلها وروح على غير حارة وبلش شغل بالمونة، هاد أحسن شيء. قولي على قامتي عليك يا نعمات على هالحياة. ألف الحمد لله، والله المرأة مننا يا فضيلة خانم، بس تترمل وتصير للكب. معك حق، الكل بيطمع فيها والكل ما بده إياها. ألف الحمد لله قدرت أأمن أجار البيت. وكيف جمعتي أجار البيت؟ من شغلي بالخان آخر كم شهر. باين عليك بنت عز. أي والله، أنا جوزي المرحوم كان عنده محل، كنت عند أهلي كتير مدللة، بس شوفت عينك شو عملت الدنيا فيه. لا تاكلي هم، بكرة بتتجوزي وبترجع أيام العز كلها تبعك. اتجوز؟ مين بده ياخد وحدة أرملة وعندها ولدين وما بحيلتها شي؟ العريس عندي. شو عم تحكي انت؟ اكيد عم تمزح. لا ما عم بمزح، ابني مطلق مرته وعم يدور على وحده حلوه، وانت ما شاء الله عليكي مثل القمر. والله يا فضيله خانه فاجأتيني. اسمعي، انت صار لك جارتنا 6 أشهر وما شفنا منك الا كل خير، وابني ما شاء الله عليه شغله منيح وتاجر حبوب، فشو قلتي؟ يعني أنا وين بدي لاقي حماية مثلك؟ إن شاء الله بتسلمي لي، معناتها بكرة منجي ومنقرأ الفاتحة. إن شاء الله. اشربي اشربي قهوتك. جيت أنا وابني والشيخ لاحقنا بعد شوي. ابني ناطر برا، خليه يدخل. يا مو تفضل. يا مو يلا يا مو يلا. السلام عليكم. يا مو ما في نصيب، يلا خلينا نمشي. الهيئة بتعرفوا بعضكم كأنه. عم قلي خلينا نمشي يا مو يلا. شاكر، قبل ما تروح بدك تسمع هالكلمتين.
أنا مرة طول عمري طاهرة وعفيفة، إحنا بشر مو ملائكة، وأوقات أوقات الظروف تجبرنا مشان أولادنا نعمل كل شيء. أبو عدنان كان بده يقلعني من البيت، ننصفي أنا وولادي بالشارع. يوميتا يوميتا وانت اتطلعت بخلقتي وبازرتني على أخر الشيء بملكه بحياتي، وانت ليش قبلتي تبيعي حالك؟ على فكرة انت بعت حالك قبلي، انا مشان ولادي انت مشان شو؟ انا كنت مفكرة انه يوم اللي مات جوزي هو اصعب يوم بحياتي، بس لا، انا يوم استلمتك حالي روحي اللي ماتت، روحي اللي ماتت. كنت خايفة على أولادي، خايفة يموتوا بالجوع، خايفة يصفوا بالشوارع، بس أنا تبت لرب العالمين واستغفرت ربي وربنا رح يقبل، رح يقبل توبتي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شاكر، روح جيب الشيخ الله يرضى عليك. أمريكا خير. انت شو مخبي علي؟ والله ماني مخبي شيء. ولك عم اقول لك شو مخبي علي؟ اقسم بالله ماني مخبي شيء. ولك احكي احسن ما تشغلني يعني. احكي بلعبي طول بالك. انا ايدك عنا قسما بالله اذا بتمد ايدك علي هلا اكسرها. شفت يا مو شفت؟ لك نزل ايدك يا عاطي. لك انت ما متي؟ لا متت. كيف ما متت؟ بلا متت، من لما فقت من الخشخاش ودريت انه انت ومرتك سرقتوا ابني وسافرتوا. هالحكي مو مزبوط. لا مزبوط، وكل الناس بتعرف انك انت اللي سرقت ابني وسافرت فيه. وما قالوا لك اني انا اخذته لحتى ما يربى بالشوارع بعد ما قالوا لي انك متي؟ لك كذاب، ولك انت كذاب ابن حرام، ما اخذته مشان هيك، انت حاطط براسك من لما ولدته انك تسرق لهالولد لانه مرتك ما بيثبت حملها. شو ان ما بفهم عليك؟ كل الدنيا عرفت انك سرقت ابني وانت المسؤول عن موتة جوزي، انت اللي قتلته. لك انت وحدة مجنونة، شو بدي اخذ واعطي معك؟ تعال هون، لا تسكر الباب. لا تسكر الباب، افتح افتح يا ابن الحرام، افتح افتح الباب يا قليل الاصل. ماني متحركة من هون لاخذ ابني. لك افتح. والله ماني رايحة من هون لاخذ ابني. انا بورجيك انا بورجيك انا بورجيك يا حرامي. ما بدك تفتح ما هيك؟ ايش عليه؟ انا بورجيك. انت شو عم تعملي هون؟ عمي سمعت صوت عياط عم اجيت. مين هاي عمي؟ وحده شحاده وبدها مصاري. اعطيها مصاري كانت حلت عننا. ها شكلها راحت. روحي على شغلك، روحي. الله يعطيك العافيه، روحي. حاضر. الحكي مو مزبوط منوب. يعني مو انت اللي سرقت لها ابنها لست سمية؟ مو انا اللي بعمل هيك يا جناب اليوزباشي. والله هو، والله هو يا جناب اليوزباشي. واسألوا مين ما بدكم، كل العالم شاهده وشافوه وقت الحادثه، هن اللي سرقوا ابني. طيب مين اللي كان لحتى نسأله؟ من بعد اذنك يا جناب اليوزباشي،
ممكن احكي كلمتين مع الست سمية؟ ماشي، راح اعطيكم 5 دقايق تكرم عينك. اذا بدك تهددني بحب ذكرك. ما راح هددك، وانت معك حق بكل شيء عملتيه. يعني بدك تقلي مين بيكون ابني، حازم ولا جلال؟ ما بقدر اقول لك هلا. ليش؟ لانه ابنك كبر وربي بيناتنا ومفكرنا عائلته، لانه اذا خبرتيه رح ينجلط ويموت، لانه رح يعرف انه عايش بكذبه كبيره كل هالسنين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني بدك تضلك حارمه مني وحارم منه، مو هيك؟ ما رح احرمكم من بعض، بس اعطيني فرصه لحتى احكي معه وفهمه، وشوي شوي مشان يتقبلي. إمتى؟ اللي إمتى؟ يعني شي شهر زمان. شهر زمان؟ إيه لا عيني ما حذرت، جمعة واحدة رح استناك، وإذا ابني ما بيكون عندي خلال جمعة واحدة ما بتلوم إلا حالتك، وما رح أجي أشتكي على الكركون. أيوة أنا رح أخذ حقي منك بإيدي، منك ومن عيلتك، عم تفهم؟ ماشي ماشي يا جناب اليوزباشي. حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، ما كان لازم نخليه يروح لحاله على الكركون، كان لازم نروح معه. أخي لو رحنا معه بركي حبسونا. أخي أنا ما فيني أتحمل، رايح أشوفه. يلا يلا. ها؟ ها؟ جلال حازم. الحمد لله على السلامة يا أبي. الله يسلمك يا أبي. الحمد لله على سلامتك يا أبي. شو؟ مين كان مشتكي عليه؟ لك واحد ما بتعرفوه. إن شاء الله انحلت القصة عمي؟ إيه انحلت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا أبي فيك شي؟ لا ابني ما فيني شي. اسمعوا لألكم، معكم 3 أيام بتصفوا حساباتكم مع التجار وبتضبوا أغراضكم وبدنا نسافر. لوين بدنا نسافر يا أبي؟ بدنا نرجع على اسطنبول. على اسطنبول؟ يا أبي شو نرجع على اسطنبول؟ إحنا زبطنا شغلنا هون كلياته، تعرفنا على العالم. يا أبي صار عنا معارف، صار عنا أشغال، وين بدنا نروح؟ يعني وبعدين بدنا نرجع على اسطنبول؟ ليش يا أبي؟ شو القصة؟ لك ابني مضطرين. أيوه. طيب يعني يا أبي على شو مضطرين؟ هلا لا تاخذوا تعطوا معي، هذا اللي عم أقوله بده يصير. بس يا أبي شو أخي؟ فهمني شو السيرة؟ شو بعرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمل لك بس شاي تقبرني. مين حضرتك؟ أنا سمية. تقبريني أنا كنت صديقتها لحماتك الله يرحمها، وساكنة بالسقاق اللي وراكم. قلت بيجي بعملكم زيارة. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. تقبري قلبي، كتر خيرك. نورتينا. تقبريني، أول ما قالوا لي الجيران إنكم رجعتوا على الحارة كثير انبسطت والله. قلت بجي بعملكم زيارة وبتعرف عليكم. أهلا وسهلا، شرفتي حبيبة قلبي. أنت كنتوا لأبو جلال مو هيك؟ إيه أنا مرت ابنه حازم. يتقبري قلبي ما أحلاك، يخز العين على هالوش ما أحلى، هيدا أرتاح شبها. تسلمي لي. طيب أنا تكة وحأعمل لك قهوة وأرجع. لا تقبريني، لا عادي عادي عادي. أساساً أنا كنت جاية لهون لأعزمك لعندي ونشرب فنجان قهوة. بتشرف بزيارتك بس والله ما بقدر. ليش؟ شنو الشغل لفوق راسي؟ شغل؟ شغل شو؟ تقبرين البيت مثل الفلة ما شاء الله. قد ما كان مثل الفلة لازمه تعزيلي قبل السفر. سفر؟ إيه؟ ليش لوين مسافرين؟ على اسطنبول. كلكم؟ إيه كلنا. وأنا إذا بخلص شغل عبكير بجي بعمل لك زيارة. يلا يلا. وبدك تضحك علي مرة تانية يا ابن الحرام؟ بدك تاخذ ابني وتسافر مرة تانية؟ ولك خرسي؟ ماني خرسانة وبدي افضحك بين كل العالم، ماني طالعة من هون لاخذ ابني ورجلي على رجله. لا تحكي ولا كلمة معي، والله لا افضحك بين الجيران، هذا الزلمة سرق ابني. يا عالم يا عالم، هذا الزلمة حرامي وسرق الاولاد. الله لا يسامحك، لك الله لا يسامحك، انا بدي افضحك. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك، انا بورجيك. لك روحي من هون، روحي. اي شو عليه؟ شو عليه؟ أنا بورجيك يا ابن الحرام، أنا بورجيك يا ابن الحرام. وقبل ما سافر كان في عندي بوايكي،
وكان في شاب اسمه جابر يشتغل فيها، وحرمته كانت تخدم عنا بالبيت. وقتها كانت أمك حبلي على وش ولادي، وبعد فترة احترقت البوايكية واحترق جابر ومات. ولما دريت حرمته بالخبر كانت نفسها ركضت مشان تشوفه، قامت وقعت، خدوه على الخستخانة وقالوا لي إنه توفيت. وأنا ما حسنت إني أترك هالولد هذا صغير يربى بالشوارع، صرت أسأل عن أهل أبوه وأهل أمه ما لقيتهم، شنو هن انغرب عن الحارة. أيوه، منشان هيك أخدته وسافرت على اسطنبول. مظبوط يا ابني، وهذا الولد هو أخوك جلال. ايه 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 اخوك شبك عم تصفون، رضعان من امك ولا انت وياه اخوي؟ اخي اخي لازم ما يعرف هذا الشيء، لازم ما يعرف انه نحن مو عيلته، لازم يضل هذا الشيء بيناتنا. وأنا مشان هيك عم قلكم بدنا نسافر. يا أبي الهرب ما بيحل هي المشكلة. ولك ابني هي المخلوقة ما رح تحل عنا، رح تضل ورانا لتعرف مين ابنها وتوقعنا بالمشاكل. خلص يا أبي، لا تاكل هم، أنا لحل القصة. شلون؟ اترك علي. لك ماني مصدق اني عم شوفك، تقبر قلبي ان شاء الله، تقبر قلبي ان شاء الله يا حبيبي. كتر خيرك يا رب، كتر خيرك يا رب. يا مو ابي خبرني بكل القصه. يا مو ابو جلال مان ابوك، ابو جلال هو اللي قتل ابوك، تقبرني هو اللي فرقنا عن بعضنا. شو هالحكي يا مو؟ خلص لأني يعني أنا المهم إني شفتك بخير وما بدي شيء بالدنيا كلياتها. لك يا ابني، يا ابني مين بده يجي الخير؟ ما رح يجي الخير لحتى تقطع علاقتك بهالعيلة، الله يوفقك يا ابني، هالعيلة الوسخة، هالعيلة الوسخة اللي دمرت حياتنا أنا وياك، تقبرني، تقبرني، الله يخليك، اقطع هالعلاقة معهم. بس يا مو هي العيلة اللي عم تحكي عنها هي اللي ربتني وكبرتني، وأبي وأخي ما قصروا معي بنوم. لك حاجة تقلي أبوي وأخي، حاجة تقلي أبوك وأخوك؟ لو فتحت عيونك وشفت شو عم بصير حواليك منيح كنت قطعت لسانك قبل ما تقلي هذا أبي وهذا أخي. شو قصدك؟ تعا تقبرني، تعا تعا تقبرني، عود 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 حبيبي. يا مو هذا اللي عم تقول عنه أبوك هو اللي قتل أبوك الحقيقي، وهو اللي خطفك من حضن أمك وبعدك عنا كل هالسنين. وهداك اللي عم تقول عنه إنه أخوك عم يلعب على الحبلين وبده يخلصك مرتك. لا لا أخي ما بيعمل هيك، شو عم تحكي أنت يا مو؟ عملها تقبرني، عملها. ومرتك هي اللي اشتكت لي وقالت لي انه اخوك عم بيحاول يقلل ادب مع مرتك، ومرتك المسكينه ما عم تخبرك مشان ما تنزع علاقتك مع اخوك. تعالي بخير. نعم ابن عمي خير. انت شو مخبي علي؟ والله ماني مخبي شيء. ولك عم اقول لك شو مخبي علي؟ اقسم بالله ماني مخبي شيء. ولك احكي احسن ما افشل علي. احكي ابن عمي، طول بالك. انا ايدك عنا قسما بالله اذا بتمد ايدك علي هلا اكسرها. شفت يا مو شفت؟ لك نزل ايدك يا عاطي.
لازم تموت. هذا ماله أخوه لابني ولا أنتو عيلته. لك هذا ابنك مو هاد. شو شو؟ لك أنا قلت لك هيك مشان ما نكسره ونجرحه. الله لا يوفقك. لك الله لا يوفقك جلال. هذا ابني. الله لا يوفقك. قتلت ابني مرة تانية. لك يا مجرم. لك هذا أشرف منك ومن أبوك. جلال يا حبيبي يا جلال. يا حبيبي يا ابني. ولك مو انت اللي قلتي لي؟ لك انت اشرف منك هون ابوك ابني. انا قلت لك هيك مشان بس تبعد عنا وتتركه وتتركه لحالي، تتركه لابني، تتركه لابني. دخيلك يا ربي. يا الله ساعدني ساعدني. دخيلك يا الله. يا الله شو عملت بحالي؟ يا الله يا الله ابني ابني. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك يطلع. ليش ما عم تقولوا على الكتابة؟ اليوم عطلة يا ابي. اليوم عطلة؟ عم ترد جواب كمان؟ عم ترد جواب بوشي؟ عم ترد جواب بوشي؟ 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 لك اتركوا للولد يا مجرم. الي هذا الكلام؟ ايه لك. ولسه في حكي كثير كمان. لك خنقتنا، لك نكدت علينا، عمرنا حرام عليك يا مجرم. لسه فايت طالع وتلطش فينا. بدك تتمرجل؟ لك روح اتمرجل على اللي عاملينك ممسحه بالشارع يا بخيل يا اناني. وانا يا هيرا وانا لك بعد عني يا بعد ما ماتت امي ماتت الدنيا كلها بعيوني. بعد أبي اتجوز وحدي أرحى صارمة قوية. ياما ياما نمت وأنا جوعان، ياما نمت وأنا بردان ومرضان وما حدا حاسس فيني. حتى أولاد الحارة، حتى ولاد الحارة ما كانوا يلعبوا معي لأنه كانوا تيابي وسخين. وشيخ الجامع، شيخ الجامع ما كان يقعدني حده لأنه ريحتي طالعة. كان يعرف مني لأنه مرتبي ما كانت تحممني، كانت تحممني أبدا. طيب أبوك ما كان شايف شو عم يصير فيك؟ أبي؟ أبي ما كان يحس فيني ولا كنت حس فيه ولا كنت اشكي له. وبعدها ما طولت كتير، هربت، هربت من ظلم أبي ومرت أبي، من ظلم الناس كلهم، ورحت على حارة تانية. اشتغلت أجير عند حلاق، بعدين الله كرمني وصار عندي مصاري، فتحت محل وصار معي مصاري، صار معي مصاري كتير، والناس كلهم هيك بيحبوني وبيحترموني. صار اسمي سيد معتز، سيد معتز، سيد مين حلق ونعم بالحارة. طيب ابن عمي اهدى ورو. حكيت لي كل هالحكي بس لهلا ما قلت لي ليش رجعت اليوم هيك متضايق ومزاجك مضروب. قررت اليوم ان اروح على الحاره شوف شو صار بأبي بعد كل هالسنين. تفاجأت، صدمت، طلعت مرت أبي ملعته واخذ البيت وصفيان بالشارع
عم يتحننوا علي الناس، عم يتحننوا علي الناس. وما رحت تشوفه؟ رحت شفت الرجال القاسي الظالم القوي. انا كنت خاف من صوته، صاير ضعيف ومكسور، وصوته يا دوب يطلع القوي صار ضعيف ما بيطلع صوته، والناس عم تتحنن عليه. هذا الجبروت الكبير القوي صار رماد، رماد نسمة هواء بتطير. بس اللي ضايقني وزعجني اني لما شفته حسيت حالي شمتان فيه، شمتت، حسيت رب العالمين اخذ لي بداري ودار امي، شمتت فيه. لا يا معتز، انا ما بعرفك هيك حقود ولا لقي. هاد شو ما عمل بيضل ابوك. ملا شمتت، شمتت، لحشت له مصاري ودرت ظهري ورحت. فجاه نادالي قال لي يا ابي معتز، قلبي قلبي رجف، رجلي صار يرجفوا، خفت. لك كم مرة قلت لك على الحال لا تطلع، لا تطلع، لا تطلع، لا تطلع، كم مرة؟ جاي جاي، ما بدك تسمع، ما بدك تسمع كلمتي، بعدين اتركها، اتركها، اتركها للولد يخرب بيتك. شو عمل؟ شو عمل؟ رح تروحوا للصبي العمى شوارعي عم يلعب مع الاولاد. 100 مرة قلت له لا تلعب مع الاولاد. لك وشو فيها؟ عم يلعب مع الاولاد، شو فيها؟ وين لازم يلعب لكان؟ ليش لا تضربه؟ لك ان شاء الله بيلعب بالاربعه وراسه الخامس انت وياه، هذا كله من تربايتك العاطله. لك والله والله انك حرام تكون اب، لانك مو مقدر النعمه اللي الله عطيك اياها. لك هذا السعدان نعمه، لك هذا بلاء وانت نقمه، واعوذ بالله من امراه تكون علي نقمه والولد يكون علي وبال. أول مرة إلي يا أبي، بعمري ما سمعت منه، بعمري ما سمعت هالكلمة منه. هاي الكلمة غرزت بقلبي، نخرت براسي لحد هلا عم تنخر براسي. هاد ضميرك، ضميرك عم يعذبك لأنك كنت قادر تساعده وإنت تركته ما ساعدته. أبي مات، مات أبي مات، مات باليوم قتل أمي، مات. لو صحيح هاد الحكي ما كانت كلمته علقت براسك وعم تزعجك وتقلقك كل الوقت. هذا الشيء عم بيصير لأنه أنا طيب، طيب. لا مو صحيح هاد الحكي، لأنه رضا الله من رضا الوالدين. إنت إنسان مؤمن وبتخاف ربك، ما بصير تتركه لأبوك بالجامعة عايش على حسنات الناس، لازم تجيبه لهون مشان يعيش معنا. ودار أمي؟ الله بيحاسبه مو العبد. بقى يا معتز، أنت ما رح يهنالك بال لحتى تجيب أبوك لهون. لما ناديت لك وما رديت علي، قلت الحق معه، لأني ظلمتك كتير، كتير يا ابني ظلمتك. بس بعمر الدم ما بيصير مي. والله يا ابني يا معتز اخذت عقابي وزياده. شو ما صار بتضلك ابي، واجبي اني شيلك. بلكل اللي ما حسيت فيه قبل حس فيه هلا، بلكي بحس شو يعني كلمه اب.
الله يرضى عليك يا ابني. الله يرضى عليك.